معنا على الهاتف أيضا وزير الخارجية اليمني الوزير خالد اليماني، أرحب بحضرتك. أهلا بكم سيادة الوزير. لقاء مهم جمع اليوم بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كيف تنظرون إلى أهمية هذا اللقاء وأبرز النتائج التي ستتمخض عنه؟ أشكركم جزيل الشكر على الاستضافة، ودعيني أؤكد مجددا العلاقة الحميمة والعلاقة الاستراتيجية التي تربط الجمهورية اليمنية بجمهورية مصر العربية. فكان اللقاء تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معاني، كان حميميا لأنه يجمع اثنين من القادة العرب الذين يحملون هما مشتركا يتعلق بحماية الدول العربية ومصالحها. عبر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا عن 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 عن, عن تضامنه ووقوفه مع الشرعية اليمنية لدحر الانقلاب الحوثي وقطع دابر السياسات التوسعية الإيرانية في المنطقة. تم بحث الكثير من القضايا فيما يتصل بأمن منطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق المندب والأهمية الاستراتيجية لتحرير ميناء الحديدة، باعتبار أن تحرير ميناء الحديدة أو الصليف ورأس عيسى وبقية المنطقة الغربية من اليمن الساحل الغربي سيؤدي إلى نهاية التهديدات التي تتعرض لها الملاحة الدولية في منطقة جنوب البحر الأحمر. نعم. كما تم تناول الكثير من القضايا الثنائية فيما يتصل بوجود اليمنيين في مصر ومعاملة الحكومة والشعب المصري الأخوية الصادقة مع كل اليمنيين والذين كما أشرت في بالأمس لم يعاملوا ولن يعاملوا في أي لحظة من اللحظات باعتبار أنهم لاجئين، بل يعاملوا كأنهم أهل يسكنون بين ظهراني أهلهم في مصر الحبيبة. كانت حقيقة نتائج اللقاءات جدا تعبر عن هذه العلاقة الخاصة التي تربط فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي بأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيادة الوزير، دعنا نتحدث بإسهاب أكثر عن الشق اليمني. اليوم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أننا لن نسمح بوجود قوة غير عربية أن تكون موجودة في اليمن، كذلك الدور المصري في حلحلة الأزمة الموجودة في اليمن، وأيضا التعاون الأمني بين البلدين لمحاولة يعني مواصلة السير على طريق الاستقرار إن شاء الله لليمن. تعرفين ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اكد خلال اللقاء مرارا على اهمية الوقوف في وجه السياسة التي تتبعها ايران لزعزعة الامن والاستقرار في منطقتنا، وعلى وجه الخصوص زعزعة الامن والاستقرار في اليمن وفي منطقة جنوب البحر الاحمر ومضيق باب المندب. ومن هنا فان مصر باعتبار ان منطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب بشكل نقطة استراتيجية من منطلقات الأمن القومي المصري، لا يمكن لها أن تقبل وأن أن 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 تكون هناك أيادي تعبث بالأمن والاستقرار في تلك المنطقة. وتواجد القوات المصرية الفاعل ضمن تحالف استعادة الشرعية في اليمن له دليل على ان مصر يهمها شان اليمن ويهمها توفير الامن والاستقرار في اليمن وحمايه الامن والاستقرار في منطقه جنوب البحر الاحمر ومضيق باب المندب. كان كما جرى حديث كما اشار فخامه الرئيس في كلمته في المؤتمر الصحفي حول ايران، اشار ايضا الى عمل مصر والدبلوماسيه المصريه لدعم جهود السيد مارتن جريفيث المبعوث الخاص للسيد الامين العام الى اليمن، ودعم الحكومه المصريه الكامل لجهودها للوصول الى سلام مستدام في اليمن.
أشكركم جزيل الشكر سيادة الوزير خالد اليماني وزير الخارجية اليمني.